لقي 110 صحفيين مصرعهم خلال عام 2015 حسب إحصائيات نشرتها اليوم منظمة مراسلون بلا حدود، وتشمل الحصيلة مقتل 67 منهم أثناء قيامهم بنشاطاتهم المهنية، فيما قتل آخرون في ظروف مشبوهة. وذكرت المنظمة أن ظاهرة قتل الصحفيين تعود إلى تنامي العنف المتعمد ضدهم ومدى شح المبادرات لحمايتهم. وبرز أن العدد الإجمالي للصحفيين القتلى منذ عام 2005 ارتفع إلى 787 صحافيا. حول ذلك كنا قد تحدثنا إلى العضو في اللجنة العالمية لحماية الصحفيين في الأمم المتحدة دكتور حسن مرهج. نعم، للأسف يعني مع تصاعد الأحداث الموجودة في العالم وفي خاصة في منطقة الشرق الأوسط، يعني هناك اعتداءات مقصودة ضد الصحفيين من مزاولة ومنعهم من مزاولة عملهم الحر الصادق ونقل الصورة الحقيقية إلى جميع أنحاء العالم، لأنه هو العين الوحيدة التي يمكن أن نستفيد منها وتنقل لنا الكلمة والصورة لجميع أنحاء العالم. ولكن أصبح هذا الصحفي هو خطر على كل من يرغب في خلق البلابل وخلق الفتن وخلق الحروب، وخاصة في المعارك. يعني من 67 صحفي تقريبا أغلبهم قتلوا في سوريا والعراق وتركيا، ويعني نحن نعمل جاهدين على مستوى الأمم المتحدة ومستوى الدول المجاورة والدول العالم لخلق منظومة تحمي الصحفي من أي اعتداء عليه من السلطة، سواء بأي دولة أو بالسلطة اللي يعني يعمل فيها بنفس الدولة، لحمايتهم وأعطائهم حرية الكلمة وحرية الرأي وعدم تكفيف الأفواه وعدم اضطهادهم في حال مزاولة عملهم. نعم. ونعمل جاهدين على هذا الموضوع، وإن شاء الله أنه يكلل في النجاح.